السلام عليكم اعزائي الفلاوين، رانا في مدينه باريس كما شفتوا، رانا قدام لوتر دام. هذه بلاصه هي اللي يزوروها في العالم كامل، فوق 30 مليون ناس كل عام يجي هنايا يزورها. وهذه قدام الباب 21 كي مونتي بيلو في باريس 5 كاميرون دي فرون. في هذا البلاصه كاين بعض الفيزيان سيد العرب يحبوا عقد الفلان وشوية شريوا واحد لابارتمون هنايا فوق مليون اورو في 2006، واليوم هذا لابارتمون يكون 6 ملايين اورو. هذا وزير الصناعة في عقد الفلان وشوية في 2006 كان نائب في الحزب الكردي تاع سي احمد ويحيى، وراكم عارفين بلي نايف في الجزائر يربح 30 مليون، يعني من 2000 إلى 3000 من 2000 إلى 6000 اورو. فهموا لي يا مواطنين جزائريين، كيف واحد نايف جزائري اللي يربح 2000 ولا 3000 اورو في الشهر، كيفاه باه يشري، كيفاه باه يدير باه يشري ابارتمون هنايا في بلاصه هي الغاليه كاع في باريس مليون اورو؟ يعني كذا الشك، وهذا الشك لازم العدالة الجزائرية لازم تصفيه، ولو كانت العدالة الجزائرية ما تصفيش إن شاء الله نحطوا شكوى قدام المحكمة الفرنسية هنايا في باريس، لأن منذ 1978 في عبد الزيد مشرف عنده كارتة ريزيدونس هنايا في فرنسا. شكرا حبيبي، بارك الله فيكم.